احد الاخوه يقول: قرات في مجله المجتمع نداء من نساء مسلمات مسجونات في احدى الدول الاسلاميه، طلبنا من المسلمين تفجير السجون والمعتقلات التي فيها حيث انتهكت اعراضهن، وحيث الان هم حبالى من زنا حيث اجبرنا على ذلك داخل السجون، فما هو حكم قتل النفس في تلك الحال من تلك النسوه اللاتي ابتلينا بذلك؟ قتل النفس بين الله عز وجل النهي عنه، وهكذا رسوله عليه الصلاه والسلام، يقول: ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان رحيما. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من قتل النفس، واخبر عن رجل اشتد به الجرح فقتل نفسه، فقال الله جل وعلا: بادرني من عبدي بنفسه حرمت عليه الجنه. فقتل النفس لا يجوز، ولا يحل للانسان اذا ابتلي يقتل نفسه، واذا تبتلى بالفاحشه او بشيء اخر لا يحل لها قتل نفسها او بالسجن، ولكن عليها ان تدافع ما استطاعت. وهكذا الرجل لو تلا في اللواط او غيره يدافع ما استطاع، ولو افضى الى ان يقتل، لكن لا يقتل نفسه، يدافع ولا يمكن من نفسه لا من اللواط ولا من الفاحشه. فان قتله صاحب الجريمه فهو شهيد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون دونه فهو شهيد، من قتل دون دمه فهو شهيد. وجاءه رجل قال: يا رسول الله، الرجل ياتيني يريد مالي، مال مو بنفس مالي. قال: لا تعطيه مالك. قال: فان قاتلني، قال: قاتله. قال: فان قتلته، قال: فهو في النار. قال: فان قتلني، قال: فانت في الجنه. دل ذلك على المظلوم، المظلوم يقاتل ويدافع، فان نجح فالمجرم في النار نعوذ بالله، وإن لم ينجح المدافع بل قتل لحكمة من الله بالغة ولحكمة عظيمة ولأسرار لا نعلمها فهو شهيد. فقد قتل عمر وهو أفضل الناس بعد الصديق وبعد الأنبياء، قتل في المحراب وهو يصلي بالناس لحكمة بالغة. سلط عليه رجل كافر يقال أبو لؤلؤة من المجوس، لأسباب حكم حكم عليه به عمر رضي الله عنه وأرضاه. فالقتل قد يقع الأخيار وقد يقع لغير الأخيار، قد يقتل الإنسان ويبتلى كما قتل بعض الرسل، بعض الأنبياء قتل وهو أشرف الناس، كما أخبر الله في كتابه العظيم عن اليهود أن يقتل الأنبياء بغير حق. فهكذا بعض الأخيار كعمر وعثمان وعلي الثلاثة قتلوا بغير حق، زبير طلحة بن عبيد الله. مقصود أن قتل المظلوم أمر معلوم وصاحبه شهيد والعظيم، والمجرم إذا قتل فإلى النار. فمن ابتلي في نفسه فعليه الدفاع وعليه الصبر والمدافعة بقوة، وإذا أمكن يقتل مجرم فليقتل مجرم، إذا لم يندفع إلا بقتل قتله، وإن اندفع بكلام تخويف من الله والتحذير من مغبة أهل الجريمة فالحمد لله، فإن لم يندفع إلا بقتل كحنقه أو طعنه بالسكين أو بغير هذا فعل ذلك وهو بريء منه وهو إلى النار نعوذ بالله. أما إن غلبه المجرم وقتله المجرم هو شهيد وإلى الجنة.